مادة التدريب المحاضرة الثالثة. قبل لا تشوف الفيديو هذا لازم انت تكون شايف الفيديو اللي نزل اللي عنوانه كان مراجع المادة الحيوية وربطها بمادة التدريب، لأن نص هاي المحاضرة وثلث أرباعها انذكر تقريبا انشرح ضمنيا بذاك الفيديو، فلا تتوقع تستفاد من هذا الفيديو وتفهم المحاضرة مضبوط إذا ما تكون شايف ذاك الفيديو. فنبدأ بالمحاضرة إن شاء الله. الفوليوم أوف ديستريبيوشن مثل ما قلنا هناك هو قيمة افتراضية، وايضا عرفناه قلنا هو حجم الحجم اللي يكون العلاج مالي متوزع بيه. البودي كنا نقسمه لثري كومبارتمنت. الكومبارتمنت الاولى هي كانت عبارة عن البلد، بعدين الانترستيشيال فلود هي الكومبارتمنت الثانية، والانترستيشيال العفو الانتراسيلولار هي الكومبارتمنت الثالثة. اذا ثري كومبارتمنت: بلد، انترستيشيال، والانتراسيلولار. العلاج طبعا مالي اذا يكون متوزع بس بالدم، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن ماله راح يكون بس حجم الدم 4 لتر تقريبا، قليل. بينما اذا عبر على الانترستيشيال سبيس او انترستيشيال فلود راح يكون الفوليوم اوف ديستريبيوشن ماله اعلى. بينما اذا يكون انتراسيلولارلي، او تحديدا احنا هنا ما راح ناخذ انه انتراسيلولارلي، راح يقول لي بوندد تو تيشو. ومن نقول بوندد تو تيشو، التيشو يتكون من خلايا، فمعناه بوندد تو سيل. اذا اتحد بالخلايا فهو من اقول اتحد يعني اما يكون بداخلها او بالسيل ميمبرين، فهنا راح يكون ياخذ لي اعلى فوليوم اوف ديستريبيوشن. فاذا تعريف الفوليوم اوف ديستريبيوشن الحجم اللي يكون العلاج مالي متوزع به. ليش قلنا قيمة افتراضية؟ لان راح نشوف بعض العلاجات الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالها يصل الالاف، 5000 و10000، فما معقول الجسم الانساني يعني 5000 لتر اقول، فما اعقل جسم الانسان يحتوي لي هلقد كمية من الفلود 5000 لتر. اذا فهو قيمة افتراضية يعني يمثل لي، من اقول علاج الفوليوم اوف ديسبشن ماله حيل عالي 5000 لتر، اني اللي يفيدني ما افهم انه والله اكو 5000 لتر فلود بالجسم وهذا العلاج متوزع بها. لا، اللي تفيدني هاي المعلومه انه هذا العلاج عنده لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، يعني متوزع على كل التشو مال البودي. بينما من نقول الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالي 4 لتر، فمعناه هذا العلاج مالي يكون محصور بداخل الدم. فاذا هو قيمه افتراضيه بس ينطيني انديكيشن عن كيفية توزع العلاج بداخل الجسم. فإذا هو قيمة افتراضية قلنا، لأن الأرقام اللي راح نشوفها هي أرقام خيالية افتراضية ما موجودة بداخل الجسم. إذا الـ volume of distribution اللتر أو مليلتر الوحدات مال وحدات حجم is hypothetical volume that related drug serum concentration to the amount of the drug in the body. يربط لي السيرم concentration ويا الأماونت، مثل ما شفنا في المحاضرة قلنا قوانين الفوليوم اوف ديستريبيوشن هي قوانين أساسية بالكاينتيك الفارماكوكاينتيك. فهاي الثلاث قوانين اللي شرحناها بالتفصيل، القانون اللي بالنص قلنا انه يربط لي الاماونت ويا الكونستريشن ات سبيسيفيك تايم. فاذا هو فعلا فوليوم اوف ديستريبيوشن يربط لي اذن القيمتين. ايضا فوليوم اوف ديستريبيوشن از امبورتانت فارماكوكاينتيك بارامتر because it determines the loading dose that is required to achieve particular steady state drug concentration immediately after the dose is administered. ما راح اعيد هذا لان شرحناه بالمحاضره الثانيه وبالمحاضره خلينا نقول الاعاده مال البايو المراجعه، وهذا القانون شرحناه بالتفصيل. الفوليوم اوف ديستريبيوشن يقول at any given time، في اي تايم تاخذه after drug has been absorbed، يعني ورا ما امتص العلاج from اما extravascular site يعني IM او سواء by oral route and the serum and tissue drug concentration are in equilibrium. طبعا هاي لازم يكون عندي equilibrium بين serum concentration و tissue concentration، اللي هي ال one compartment model اللي نسيت اشرحها بالمحاضرة المراجعة. ان شاء الله بالمحاضرة الجاية راح ناخذها بالتفصيل، بس حاليا نفهمها كالاتي: انه لا، من العلاج قاعد يمتص يصير الامتصاص دخل بالدم، لازم يصير عندي ايكوليبريوم بين التركيز العلاج بالدم وتركيزه بالتشو. لان تخيل انه العلاج انت بعده بالدم ما صار للديستريبيوشن على التشو، ما صار بعد، وتيجي تاخذ السامبل مالتك، فالسامبل راح تطلع كلش عاليه الكونستريشن، وهذا القراءه خاطئه لان انت ما انتظرت العلاج حتى يصير الديستريبيوشن على التشو ويصير اكوليبريوم بين التشو والبلد. فلازم يكون عندي اكوليبريوم اللي هو ون كومبارتمنت موديل. The serum concentration for the drug C is equal to the quotient of the amount of the drug in the body and the volume of distribution. إذا هو نفس قانون ال volume of distribution اللي قلنا ال volume of distribution يساوي ال amount على concentration. فإذا ال concentration راح يساوي لي ال amount تقسيم ال volume of distribution
كلها إعادة المعلومات. The volume of distribution can be مثل ما قلنا إما يكون very small of the, if the drug is primary contained in the blood مثل الوارفارين 5 إلى 7 لتر. قال primary contained in the blood, primary بالبلد وقسم من عنده معناها عابر، فيكون 5 إلى 7 أكثر من حجم الدم بشوية. Very large if the drug distributed widely in the body and is mostly bonded to the bodily tissue مثل الديجوكسين اللي هو 500 لتر. زين physiological determination of the volume of distribution are the actual volume of the blood علاقة طردية ويا حجم الدم، مش قد ما يزيد حجم الدم يزيد ال volume of distribution. The size of the various tissue and organ of the body أيضا علاقة طردية، مش قد ما يزيد حجم ال organ وال tissue بال body يزيد ال volume of distribution. من شخص لشخص الحجم السايز مال هاي الأعضاء يختلف، شخص كلش عملاق وشخص قزم، فإذا أكو اختلافات بال volume of distribution راح يصير لي حسب size of tissue and organ. The drug binding in the blood or serum compared to the binding in the tissue. For example, the reason قبل يعني شايل الفقرة النقطة الثالثة وهاي الفقرة وهاي الفقرة نروح للقانون طبعا قبل نشوف إنه الشرح ما هني يسهل أكثر. إذا عندي the equation that related all of these physiological determination اللي هن ذن الثلاث نقاط يربطهن بمعادلة اللي هي تقول لي the volume of distribution يساوي لي VB اللي هو volume of blood شوف يتناسب تناسب طردي. ناكو نقص بالمعادلة. زين اذا نحول على الباوربوينت بالبي دي اف صاير نقص هذا الباوربوينت صار المعادلة هذه المحاضرة. نقص تليجرام تي دي ام سوري على التوقف بس تسجيل الشاشة اللي يعرف ما بي ايقاف مؤقت ما اعرف هنا ليش اكو نقص طلع بالقانون بس سكت بيمك النقص اذا نقص عند الكل ما اعرفه بس عندي ال volume of distribution يساوي ال VB اللي هو volume of the blood شوف علاقة طردية قد ما يزيد ال volume of the blood يزيد ال volume of distribution زائد V العفو زائد FB على FT هنا اكتب FB على FT زائد ال VT. ال VT هاي سهلة size of the various tissue and organ اللي هي قلناها اذا تناسب طردي. بس ايش عندي؟ عندي هنا كسر بالنص اللي هو FB على FT. زين معناها انه ال FB شن هي free fraction of the drug in the blood وال FT free fraction of the drug in the tissue. زين يقول لي اذا ال fraction ال free بال blood يزيد ال volume of distribution. شلون نفهمها هاي؟ نفهمها انه تخيل العلاج مالك بالبلد مصيره عنده مصيرين، اما يتحد بالبروتين اللي موجود بالبلازما بالالبومين او يبقى فري حر. زين كالاتي نفهمها بها هاي النقطة تفصيل اكثر بس انا احاول ابسطها بهالطريقة. اذا العلاج كان فري القسم من عنده كثير فري بالبلد ما متحد بالالبومين فمعناها هذا العلاج فري يعني يقدر يعبر من الاندوثيليال بارير ما متحد بالبروتين فراح يعبر من البلد فيزل ويصير الديستريبيوشن بالتشو. فش قد ما يزيد الفري فراكشن معناها هذا العلاج او خلنا ناخذها بالتفصيل ما احب انقص بالشرح. شوف الاف بيش تساوي لي الانبوندد دراج كونستريشن ان ذا بلد على التوتال كونستريشن. شوف انا هسه قاعد احكي بس العلاج بالبلد. زين الفراكشن النسبه قلت فراكشن يعني كسر يعني هو شوف كسر راح نقسم الصغير على الكبير ويطلع لي كسر 0.1 0.2 هيك شيء. زين الكونستريشن الفري بالبلد هذا الاف بي العفو الكونستريشن اللي ما متحد على شنو على التوتال. التوتال شو يساوي لي البوندد زائدا الانبوندد زائدا البوندد. اذا كأنما التوتال هو راح يساوي لي العلاج اللي متحد بالبروتين الالبومين
بالإضافة للعلاج اللي ما متحد. فش قد ما يزيد الفوق الرقم الفوق الفراكشن هذا الرقم راح يزيد. زين إذا هذا الرقم طلع عندي عالي حيل معناها هذا الجزء عالي. زين هذا الجزء شي يمثل لي unbounded drug concentration in the blood. unbounded drug concentration in the blood ما متحد بالبروتين. فمعناها شنو هو متحد بالبروتين؟ مثل ما قلنا يصير له distribution على التشو وياخذ فوليوم اوف ديستريبيوشن عالي، مو بس بالبلد، ما يكون محصور بالبلد. زين الاف تي اللي هي الفري فراكشن بالتشو، هسه البعض راح يس هنا يصير عنده اير باك انه يقول زين الفري فراكشن اللي بالتشو ايش قد ما يزيد؟ اقول هذا العلاج المفروض الفوليوم اوف ديستريبيوشن هم يزيد، بمعنى العلاج فري بالتشو عابر يعني من البلد. بس هي الحكي مو هيك، هو فعلا يعني اللي فهمه هيك راح يصير ارباك، بينما بالقانون هي مذكوره انه تناسب عكسي مو تناسب طردي. الفهم على هذه النقطه كالاتي: الفري فراكشن او العفو الفري فراكشن بالتشو شو يساوي؟ الهم يساوي الانبوندد دراج كونستريشن ان تشو على التوتال اللي متحد بالتشو زائد اللي شنو اللي الانبوندد اللي ما متحد بالتشو زائد البوند اللي متحد بالتشو. انا ايش قلت بالبدايه؟ الفوليوم اوف ديستريبيوشن ام تحصل على اعلى فوليوم اوف ديستريبيوشن عندما يكون العلاج مالي متحد بالتشو. زين انا هنا انا قاعد احكي بس العلاج مو بالدم، بداخل التشو يعني العفو عبر يعني من البلد. فهسه هو مصيره اما يكون فري يعني انبندد العفو مو متحد بالتشو، او يكون مصيره شي يكون اما ما متحد او مصيره يكون متحد بالتشو. زين ايش تتوقع اذا كان متحد بالتشو الفوليوم اوف ديستريبيوشن يكون اعلى لو اذا كان ما متحد بالتشو؟ اكيد اذا كان متحد بالتشو الفوليوم اوف ديستريبيوشن يكون اعلى بكثير، اعلى فوليوم اوف ديستريبيوشن راح يصل للالاف. فهذا الفري فراكشن يساوي لي، شوف اذا طلع كبير هذا الرقم معناها العلاج الانبندد كونستريشن اللي ما متحد بالتشو يكون اكثر من شنو؟ اكثر من اللي متحد تقريبا. فايش نفهم؟ نفهم انه هذا العلاج هو موجود صحيح عبر الدم بس القسم الاكبر من عنده ما متحد بالتشو، فبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن راح يكون قليل. لو متحد، لو هذا الرقم يطلع اقل معناها العلاج مالي قليل، معناها العلاج مالي متحد بالتشو، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن يكون شنو؟ يكون اعلى. فهسه عينا العلاقه بين الاف بي والفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هي فري فراكشن ان ذا بلاد هي تكون علاقه طرديه. يعني من نقول الفوليوم اوف ديستريبيوشن مال علاج معين يكون، او خلي هسه نقرا الحكي صار واضح اللي هي نرجع من البدايه. هسه الدراج يعتمد الفوليوم اوف ديستريبيوشن ايضا على شنو؟ على الدراج بايندينج ان ذا بلاد اور سيرم كومبير تو ذا مقارنه تو ذا بايندينج ان ذا تيشو اللي هي بالمعادله. فور اكزامبل ذا ريزن وارفارين هاز such a small volume، مثل ما قلنا الوارفارين قبل شوي كان 5 الى 7 لتر small volume of distribution، يقول is that it highly bonded to serum albumin so that بالتالي متحد بالالبومين ال free fraction of the drug in the blood is very small، الحر اللي بالدم يكون قليل معظمه متحد بالبروتين فما راح يقدر يعبر على التشو حتى يكبر ال volume of distribution. الديجوكسين شفنا انه 500 لتر has very large volume of distribution because يقول it is very highly bonded to tissue متحد بالتشو، وبالتالي من متحد بالتشو ايش معناها ال FT شو تكون؟ متحد بالتشو العلاج مالي ما يكون حر فري بداخل التشو، فمعناها ال FT هنا شنو؟ تكون قيمتها قليلة، لان قلنا حسب القانون ال FT اذا كانت قيمتها عالية معناها ما متحد، اذا كانت قيمتها قليلة معناها العلاج متحد بالتشو. فاذا الديجوكسين ايش راح تكون؟ highly bonded to tissue so that the free fraction of the drug free fraction of the drug in tissue اللي هي FT، واللي هو FT هنا يرجع يعطيك القانون مال ال FT اللي هي مثل ما كتبت انا القانون unbounded drug concentration ايش راح تكون؟ تكون very small قليله ال FT معناها العلاج مالي متحد بالتشو وليس يكون فري بداخل الانترستيشال. المعادله التاليه اللي هي تربط اللي هي شرحناها ال half life and elimination rate constant اخذناهم بالتفصيل بالمحاضرة المراجعة. when drug that flow linear pharmacokinetic واخمن اخذنا بالمحاضرة الثانية ال linear versus non linear pharmacokinetic، وقلنا فقرة من الفقرات قلنا non linear العفو ان
نون لينير فارماكوكاينتيك، العلاجات اللي تتبع هاي المعادلات الغير خطية، قلنا difficult to calculate the dose، وقلنا ما تخضع القوانين اللي راح نستخدمها بالكاينتيك. فاحنا لا احنا اللي يخضع بهاي القوانين واللي قاعد نتحدث عليه هو اللي يخضع لي لللينير فارماكوكاينتيك. are given to human serum concentration decline in curve line fashion when the when plotted in the rectilinear axis. زين شو يقول لك؟ هذا هم شرحناه بالمحاضرة، هذا قلنا نشوف مال الاورال ادمنستريشن يرتفع على السريع التركيز، بعدين شو يصير؟ يصير كيرف، نحصل هيك منحني ما نحصل على لينير. اذا حطيناه يقول لك على ورقه عاديه، بينما while the same data is plotted on the similog paper axis، اذا خليته على similog paper اللي هاي similog paper واللي اخذناها على مود، شو نسوي؟ نسوي الخط عدل. serum concentration ايش بي؟ decrease، راح يقل. اللينير فاجن after the drug absorption and distribution phase are complete. هذا اللي سولفنا عليه، قلنا هذا الصعود هذا نسميه absorption and distribution. شنو هو فيس؟ ورا ما ينتهي يبدي الاكسكريشن فيس. فيكون بعد ما ينتهي يقول لك هنا الابزوربشن والديستريبيوشن فيس، يقول لك راح ينزل الكونستريشن على شكل خط عدل. ايمت؟ اذا حطيناه على سيميلوك بيبر. اذا تعريف ذا تايم ذات از تيكن فور ذا سيروم كونستريشن تو ديكريز باي 50% ان ذا اليميشن فيس از كونستانت اند از كيلد ذا هالف لايف. وهنا كلش التعريف واضح، بس كلمه كونستانت يعني هو ثابت. لكل علاج، كل علاج عنده هالف لايف خاص به. ذا هالف لايف ديكريز العفو ديسكرايب هاو كويكلي دراج سيروم كونستريشن ديكريز ان بيشنت افتر ميديكيشن از ادمنسترد. المقصود بهذا الكلام انه الهالف لايف ينطيني انطباع او يقول لي ما هو سرعه ديكريز السيروم كونستريشن بالبيشنت. ينطيني انطباع العلاج اللي الهالف لايف ماله يكون قليل ساعه، راح السيروم كونستريشن يكون نزول ماله سريع اكيد. والهالف لايف العلاج الهالف لايف اللي ماله عالي مثل 23 ساعه 24 ساعه، راح الديكريز يكون كلش قليل بطيء. فهو اي ينطيني انطباع عن سرعه نزول الكونستريشن بالجسم. another common measurement used to denote how quickly drug serum concentration decline in patient is the elimination rate constant. وشرحناه بالتفصيل والتعريف ماله، وقلنا هو عباره عن يجي ويا الريت وينطيني انطباع عن شلون الكونستريشن ينزل. واخذنا مثال شلون اللي هو كنا قلنا 100 ملي جرام وانطيت الدوز والريت اوف اليمينيشن كانت 10%، وشفنا شلون استخدمنا الكي اي حتى نشوف شلون العلاج قاعد ينطرح من الجسم بالمحاضرة اللي راحت. The elimination rate constant ونفس هذا التعريف قريته بالضبط بمادة الحيوي is the fraction of the amount of the drug in the body limited per unit time. وهو قلت شنو معنى fraction وبالتفصيل شرحتها، وهذا القانون نفسه مر علينا هناك اللي هي elimination rate تساوي لي الamount في الKE، واللي من ربطناها ويا الكليرانس قلنا الكليرانس كان هم يعني يساوي لي الKE موجودة بس بدل الamount تخلي volume، لأن هي وحدات حجم تتعاملي ويا الحجوم الكليرانس. half life and elimination rate constant العلاقة بيناتهم، شوف هذا القانون أيضا اشتقيناه هناك. the half life and elimination rate constant are related to each other by the following equation so that is easily computed once computed one بسهولة تحسب واحد once the other is known. وهاي اشتقينا المعادلة مثل ما قلنا. the elimination rate constant can be also measured graphically by the computing the slope of the log concentration versus time curve during the elimination phase. المقصود بهذا الحكي ايضا طرقنا له هنا بديش المحاضرة بالتفصيل. هنا يقول لك خلي log concentration سويها ويا التايم وخذ سويها على شكل كيرف، خليها بلوت يقول لك حطها log concentration versus time وحسبه graphically. قلنا elimination rate constant نقدر نحسبه من graphically مو بس رياضيا، هو والهالف لايف بذيك المحاضرة. drug that eliminated elimination phase، شوف هنا بس الفرق بين القانون اللي كتبناه. احنا ايش كتبنا هنا؟ كتبنا انه الكي اي يساوي لي ناقص السلوب في 2.3. زين هو ايش كاتب هنا؟ طبعا هاي اللوج العشرة ما لك علاقة بها، مساحة تصور زايدة. هنا يقول لك الكي اي تقسيم ال 2.3 يساوي لي ناقص لوج سي 1 ناقص لوج سي 2 على تي 2 ناقص تي 1. ماكو فرق ان شاء الله ما نختلف. هذه القيمة كلها هي عبارة عن السلوب. قلنا شلون نحسب السلوب؟ ناخذ قيمتين من الكونستريشن مو ذكرنا بذيك المحاضرة، وقيمتين من التايم واي 1 ناقص واي 2
ناس كي سي 1 ناقص سي 2 نفس الشيء. هذه اذا هاي القيمه هي تساوي لي السلوب. فاذا الكي اي شو يساوي لي؟ هذا ناقص السلوب، ناقص السلوب في 2.3 لو ترجع ترتب هاي المعادله. مو اذا نفس القانون بس ضاف عليه، شوف حوله الى اللين اللي استخدم نيشرال لوغارتم، حوله من اللوغارتم العشري لللوغارتم الطبيعي. زين شلون حوله حتى تكون سهله؟ حوله بهالطريقه. شوف هذا القانون اللي هو كاتبه كي اي على 2.3 يساوي لي ناقص لوك سي 1 ناقص لوك سي 2 على تي 1 ناقص تي 2. شو اسوي؟ المعادله راح اضربها في 2.3. زين من نضرب هاي القيمه في 2.3 هاي تختصر ويا 2.3 تظل بس الكي اي. هذه من نضربها في 2.3 تخيل ان 2.3 راح تدخل على القوس فتصير لوك سي 1 في 2.3 ناقص اللوك سي 2 في 2.3 زين على تي 2 تي 1 ناقص تي 2. العلاقة اللي بين اللوغارتم العشري واللوغارتم الطبيعي كالآتي. شوف لوج الاكس، لوج الرقم اي رقم، هنا اكس يعني اي رقم 10 20 100 ما يهمني، لوج الاكس في 2.3 ايش تساوي لي؟ تساوي لي لين الاكس. فشوف اذا لين الاكس يساوي لي اللوج في 2.3، معناها هاي لين سي 1 في 2.3 ايش اقدر اخلي بدالها؟ اقدر اخلي بدالها لين سي 1 وهذه ايضا لين سي 2. فاذا المعادلة النهائية صارت كي تساوي لي ناقص لين سي 2 ناقص لين سي 1 على تي 2 تي 1 ناقص تي 2 اللي هو هنا هذه. العفو هناك بس قوس ما كاتب، هنا تكون بين قواس طبعا لان هاي السالب مو الخاصة بكل القوس، خلي لي قواس هنا. الهالف لايف اند ديمنشن ريت كونستانت، the half life is important because it determines the time to steady state during the continue dosing of a drug and the dose interval. المقصود بهذا الحكي ايضا اخذناه بديك المحاضره من هنا، حكينا على steady state drug concentration. هذا ايش قلنا؟ قلنا steady state concentration ورا ما شرحنا هذا بالتفصيل ايش قلنا؟ هو يساوي 4 الى 5 اضعاف خلينا نقول التي هالف لايف. فهيك طلعنا هذا المثال، مو طلعنا التي هالف لايف الستيدي ستيت كونستريشن او الزمن اللازم حتى اصل للستيدي ستيت كونستريشن هو يساوي التي هالف لايف مضروب في 5 او في 4 وطلعناه 30 بالتفصيل بذيك المحاضره. فاذا هو الهالف لايف از امبورتانت بيكوز ديترماين، حدد لي التايم اللازم اللي هو هنا قد كان مثالنا طلعنا وقتها 30 ساعه احتاج حتى اصل للستيدي ستيت كونستريشن، لان يحدد لي التايم اللازم حتى اصل للستيدي ستيدي ستيت هنا قصد الكونستريشن. جنرالي دراج سيرم كونستريشن يوزد فور فارماكوكينيتيك مونيتورينج كان بي سيفلي ميجرد افتر 3 الى 5 استيميشن هاف لايف. اذا السيرم كونستريشن اللي هو شوف drug serum concentration used for pharmacokinetic monitoring، شخذنا بالمحاضرة الثانية من أول سلايد كان steady state concentration فوائده كانت إنه استخدمه for monitoring of the patient response النقطة الأولى. فأنا قلت الconcentration بالدم اللي أستخدمه حتى أراقب البيشنت هو شنو؟ steady state concentration. فإذا drug serum concentration used for pharmacokinetic monitoring اللي هو هنا قصده على steady state concentration هو اللي نستخدمه للpharmacokinetic monitoring كان بي سيفلي ميجرد، اقدر اقيسه افتر 3 الى 5 استيميتد هالف لايف اللي هو هنا يعني هناك ذكرت ايش قد 4 الى 5 مو مشكله اختلاف مصادر، هنا قال 3 الى 5 عادي 3 يعني هنا 3 رينج 3 الى 5 يعني 3 و4 و5 هالف لايف. فواضح الحكي؟ اذا ورا ما الهالف لايف يعني هناك كان 30 ساعه، يعني ورا 30 ساعه تجي تقيس الكونستريشن بالدم هو هذا الستيدي ستيت اللي استخدمه للمونيتورينج. The half-life and elimination rate constant are known as dependent parameter because their value depended on the clearance. إذن يسمونهن parameter معتمدة تعتمد على غير شيء اللي هي تعتمد على clearance. Volume of distribution and volume of distribution تعتمد على ذني الحاجتين الشغلتين. شلون الكليرانس إيش كانت تساوي للي يتذكر؟ الكليرانس كانت تساوي للكي اي في الفوليوم اوف ديستريبيوشن. فالكي اي إيش يساوي من تساوي ترتب المعادلة؟ هذا القانون الجو يساوي لي الكليرانس الفوليوم اوف ديستريبيوشن. فشوف الكي اي هو معتمد على الكليرانس والفوليوم اوف ديستريبيوشن، اذا صار تغيير واحده من اثنين من ذني اثنين هو راح يتغير. فاذا هو سميه ديبندنت باراميتر. زين التي هالف لايف هذا القانون شلون سواه؟ سواه كالاتي انه التي هالف لايف
هذا القانون اللي يجمعهن واللي اشتقيناه قلنا 0.693 على الكي اي. الكي اي ايش تساوي؟ مثل من الكليرانس قبل شوية قلنا كليرانس يساوي لي كي اي في الفوليوم، فاذا الكي اي يساوي الكليرانس على الفوليوم، عوض مكان الكي اي عوض كليرانس على الفوليوم اوف ديستريبيوشن، فراح يساوي لي 0.693 هاي تقسيم، يعني هنا قسمه على الكي اي، انا هنا هيش كتبتها تقسيم كليرانس على الفي، نفس الشيء اذا اكتبها جوا او اذا اكتبها هيش على شكل قسمه. اقلب القسمه الى ضرب واقلب البسط على المقام، فراح يطلع لي 0.693 في هاي تقلب في الفوليوم التقسيم الكليرانس اللي هو هذا 0.693 في الفوليوم اوف ديستريبيوشن تقسيم الكليرانس. فاذا هو ايضا قيمته هذا ثابت هذا الرقم، فاذا هو ايضا معتمد على شنو؟ على الفوليوم اوف ديستريبيوشن والكليرانس، فاذا هو ايضا ديبندنت بارامتر. ذا اذا يقول ذا هالف لايف اند اليمينيشن ريت كونستانت فور دراج كان تشينج ايذر بيكوز اوف تشينج ان كليرانس اور تشينج ان فوليوم اوف ديستريبيوشن. واضح الحكي. البايو افيلابيلتي وين دراج از ادمنسترد extravascularly the entire dose may not enter the systemic circulation. أكيد سواء oral administration العلاج مو كله راح يمتص، قسم من عنده ينطرح، وإذا كان عندك تأخذه كشكل transdermal patch ممكن الباتش المريض يشلعها قبل ما تحرر كل العلاج بيها، فما راح يصير امتصاص كامل. زين يقول for example an orally administered tablet may not completely dissolve ممكن ما تذوب كلها so that part of the dose is eliminated in the stool or transdermal patch may not release entire dose before it's removed from the skin. واضح الحكي. The fraction of the administered dose that is delivered to the systemic circulation is now as bioavailability for the drug and dose and dosage form. إذا قال fraction bioavailability إذا قيمتها راح تكون كسر 0.1 0.2 0.534 هيك. اذا هي عباره عن كسر او فراكشن جزء من العلاج اللي راح يدخل للسيستميك سيركوليشن. واضح. When medication are given orally intramuscularly subcutaneously or by other extravascular route the drug must be absorbed across several biological membrane before enter the vascular system. واضح. For drug that flow ايضا قلنا لازم linear pharmacokinetic حتى تطبق عليها القوانين مالنا. Bioavailability is measured by comparing serum concentration achieved after extravascular and intravenous dose in the same individual. اذا نفس الشخص تنطي دوز intravenous. اذا intravenous dose هي البايوافيلابيلتي مالها راح تكون 100%. لان كل الدوز راح تدخل للدم فماكو عندي امتصاص، عملية امتصاص ملغية. اذا انت من تريد تحسب بايوفيلابيلتي تقارن بين الكونستريشن مال العلاج بعد ما انطيته انترافينيوسلي والكونستريشن بعد ما انطيته باي اذر روت سواء اي ام سواء اورالي. اذا المفروض انت شو تسوي حتى تقارن؟ زين تقارن كونستريشن يا كونستريشن وبعد يا تايم. انت الاي في قاعد تنطيه قبل ويصل ورا تايم خمس دقائق يصل كله، والاورالي يحتاج ما ادري قد تايم تص. يا كونستريشن تقيسه بعد يا تايم حتى تقارن. هنا السؤال الجواب على هذا السؤال انك لازم شو تسوي؟ لازم تاخذ قياس اكثر من قياس للكونستريشن فيرسس تايم وترسم. يعني اذا هذا اي في تاخذ اكثر من نقطه للكونستريشن مع التايم، واكثر من نقطه هذا اورال اذا ناخذ العلاج ايضا تاخذ هيك كل النقاط، وتقارن الكونستريشن بهذه اللي اخذتها مال هاي كل هاي النقاط وهي التايم اللي حصلتها بالاورال ويا الكونستريشن النقاط اللي حصلتها بالاي في. هاي العمليه حيل صعبه وتاخذ وقت انك تقيس جزء، تحتاج تقيس فدي جزء 20 قراءه من الكونستريشن حتى تطلع بنتيجه مضبوطه. فبدل من ذلك يعني هي انت لا كل الاحوال لازم تقيس كونستريشن العفو، بس شنو الحساب مالها يكون مربك وممكن تحصل على اخطاء. فالحل انك اخذ قياسات وسوي هذا الكيرف ارسمه. يعني انا قبل شوي من قلت اقارن بدون ما ارسم كيرف، يعني اقيس اكثر من كونستريشن فيرسس تايم واقوم اقارن بينهن، بس الطريقه ما مضبوطه. الافضل انك تقيس وتسوي كيرف وتحسب الاري اندر ذا كيرف هذه اللي تحت الكيرف، تقسم هذا قلنا الاكثر من تقسيم تقسمه هنا وهنا على شكل مربعات، وتقيس الاري اندر ذا كيرف وتقيس الاري اندر ذا كيرف مال هذا وتقارن الاري اندر ذا كيرف
مال الـ after IV والـ area under the curve بعد الـ oral administration. شو تسوي هنا؟ تقسم الـ area under the curve مال الـ oral administration على الـ area under the curve مال الـ IV. كل الأحوال مال الـ IV راح تكون قلنا full bioavailability، راح الـ area under the curve تكون أعلى من الـ oral. فالـ bioavailability راح تطلع fraction كسر، لأن يعني فوق قلنا من راح تقول area under the curve مال oral تقسيم area under the curve مال IV، الفوق راح يكون أقل فتطلع بالفراكشن كسر. زين، قيمة البايوفالابيلتي تكون محصورة بين الصفر وبين الواحد. شلون؟ تخيل ان الاورال administered drug الامتصاص ماله فول، امتص كل العلاج، معناها البايوفالابيلتي ماله ايضا نفس البايوفالابيلتي مال الاي في روت، فمعناها الاري اندر ذا كيرف ماله راح تطلع مساوي للاري اندر ذا كيرف مال الاي في، فالقيمتين المتساويات متقسم ناس على ناس راح تطلع واحد. هذه اعلى شيء، تطلع القيمه مال البايوفالابيلتي واحد معناها العلاج كله ممتص، والبايوفالابيلتي مال الاورال administered drug هي 100%. بينما اذا طلعت صفر البايوفالابيلتي معناها الاري اندر ذا كيرف اللي فوق مال الاورال كانت صفر، بحيث من قسمتها على الاري اندر ذا كيرف مال الاي في طلع الناتج صفر. إذا القيمة محصورة بين الصفر والواحد، والبين هاي الأرقام حسب. إذا يقول لك بدال ما مثل ما قلنا rather than comparing drug concentration at each time point، يقول بدال ما تقارن concentration تأخذ قراءات مال concentration ويا time وتقارنها، قلنا هذه الطريقة صعبة. يقول إذا composite of drug concentration over time is derived by measuring the total area under the serum concentration time curve for each route of administration. إذا نقيس الـ area under the curve مال 2 route. وش تسوي؟ يقول if the extravascular and intravenous dose are the same، إذا الدوز شنو شنو لازم تنطيها نفس الشيء. أنطيت IV 500 ملغ لازم orally هم تنطي 500 ملغ. إذا the bioavailability for the drug can be calculated by taking the ratio for، إذا تأخذ الـ ratio مال area under the curve for each route of administration، يعني قلنا تقسم أو خلينا نكمل. For example if 10 mg of the drug were administered to subject on two separated occasion by intravenous IV and oral، إذا قال separated occasion يعني شنو؟ إحنا قلنا نفس الindividual تقيس البيوفالبلتي بنفس الindividual، فتنطيه بالبداية IV وتقيس الاري اندر ذا كيرف، بعدين تنتظر للعلاج ينطرح كامل، بعدين تنطي الاورال حتى ما يصير عندك تلابس، لان اذا ما انتظرت اللي يصير طرح كامل للعلاج مال الاي في من تنطي اورال راح تطلع القيمه مال البايوفالوتي مال الاورال اعلى من الصحيح من الحقيقه. اذا تنتظر سيباريتد اوكيجن قلنا باي انترافينوس انطيته اورال روت ادمنستريشن، ذا بايوفالوتي وود بي كومبيوتد باي ديفايدنج ذا اري اندر ذا كيرف افتر اورال ادمنستريشن باي ذا اري اندر ذا كيرف area after intravenous administration. وهذا القانون. زين، هنا على افتراض ان الدوز كانت نفسها، نفس الدوز كانت 10 ملي جرام. زين، اذا خل نفرض بحالات انطيت 10 ملي جرام اي في، بس من تجي انطيت 10 ملي جرام اورالي، هاي الدوز الامتصاص مالها، نفرض ان هذا العلاج الامتصاص ماله كلش قليل مثلا، او انه العلاج عنده هاي فيرست باس ميتابوليزم، يصير له ميتابوليزم عالي قبل ما يدخل للسيستميك سيركوليشن، بحيث انه من قد ما الامتصاص مال العلاج قليل انطيت ال 10 ملغ ورا ما انطيتها امتصاص مال هذا العلاج كان كلش قليل، بحيث من تجي تقيس كونستريشن بالدم ما يطلع كونستريشن، صعوبه فيري ديفيكولت تو ميجر ذا كونستريشن. فبهالحاله شو تسوي؟ هسه واحد يقول لي انطي دوز عاليه. زين، انطي دوز عاليه يابا بالاورال روت، انطي مثلا 100 ملغ. هاي ال 100 ملغ صح تقدر تنطيها اورالي، بس ممكن اذا تنطيها اي في 100 ملغ تحصل توكسيسيتي. فالحل شلون؟ الحل لازم اكو فد قانون يحل هاي المشكله. القانون هو كالاتي: انطي اي في 10 ملغ واحسب الاري اندر ذا كيرف مو مشكله، وانطي دوز عاليه انطي 100 ملغ اورالي واحسب الاري اندر ذا كيرف مالها. بس شنو الدوزات؟ عوضها بالقانون، بحيث يطلع عندك هذا القانون انه البايوفالابيلتي الاف نرمز لها تساوي لي راح الاري اندر ذا كيرف مال الاورال تقسيم الاري اندر ذا كيرف مال اي في مضروبه في، نسوي كوركشن لازم للدوز، مضروبه في الدوز افتر اي في تقسيم الدوز افتر باي ماوث، وشوف القيمه الصغيره اللي هي 10 ملي جرام راح شنو تنضرب في الاري اندر ذا كيرف مال الاورال، لان الاورال الدوز هناك انطيناها عاليه، معناها هاي القيمه راح تطلع قيمه عاليه غير حقيقيه، فتضربها برقم صغير
حتى ترجع تصلحها. وهذا الرقم الكبير تضربه هنا على مود ايضا ترفع من القيمة على مود تساوي القيم. فاذا if it's not possible to administer the same dose intravenously and extravascularly, اذا ما قدرت ليش؟ because poor absorption or peristaltic metabolism yields serum concentration that are too low to measure, كلش قليل بحيث ما تقدر تقيسه. The bioavailability calculation can be corrected then to allow for different size dose for different route of administration. وهذا القانون. Bioequivalence, التكافؤ الحيوي. When the patent expires for drug entity, إذا الباتنت يعني براعة الاختراع، مثل ما نعرف الشركات اللي تنتج فد علاج جديد براند راح تسوي احتكار الباتنت نسميها، تأخذ براعة اختراع عليها بحيث أنها تنتجه، يحق لها مثلا 5 سنين أو 6 ما أعرف قد الباتنت، وما يحق للشركات الأخرى تنتج هذا العلاج. فبعد انتهاء هذه الباتنت، بعد ما يصير لك اكسباير، يصير اكسباير، تبدي شنو؟ جينريك دراج ار مانيفاكتشرد. اذا الجينريك دراج يبدا يصنع، وقلنا الجينريك دراج يختلف عن الجينريك نيم اللي اخذناه بالدز فارم ديزاين، وعرفنا الفرق بينهم. ذات ار ليس اكسبنسيف اند ذان براند نيم برودكت، اكيد الجينريك هو اقل، ارخص من البراند، مو بس لانه هو البراند يعتبر احسن منه، وانما السبب الحقيقي this is because the drug company manufacturing the generic drug doesn't have to prove that the drug is safe and effective since those studies were done by the pharmaceutical company producing the brand name drug. اذا ما تحتاج generic name تسوي فحوصات وتخسر ملايين الدولارات حتى تثبت ان هذا العلاج سيف اند افكتيف، لان الشركه البراند اشتغلت هذا الشغل قبلها، هي تجي على الحاضر. فسبب الغلاء مال البراند نيم الاساسي هو انه الشركه تريد تربح براس المريض، تريد تعوض خسائرها، مو بسبب انه البراند هو صح البراند احسن الكل، بس السبب السعر الغالي ماله مو بسبب انه نوعيته، ممكن الجينريك يكون نفسه مثل ما راح نشوف هسه. The generic drug dosage form must produce the same serum concentration time profile as it is brand name counterpart. إذا أنا لازم طلع لي نفس السيرم تايم بروفايل، السيرم تايم بروفايل مثل النظير مالها البراند النظير. طبعا السيرم تايم بروفايل المقصود به هو هذا سيرم تايم بروفايل، سيرم ويا تايم، لازم نفس الاري اندر ذا كيرف، يعني تجيب البراند نيم وقست انه طلع له هذا الكيرف البراند نيم، هذا الاري اندر ذا كيرف، وايضا هذا السي ماكس وهذه تي ماكس. تجيب الجينريك لازم الجينريك يطلع لك نفس هذا المخطط، نفس الاري اندر ذا كيرف ونفس السي ماكس ونفس التي ماكس، بحيث من تخلي الورقه مال الجينريك فوق الورقه مال البراند يصير لهن سوبر امبوسيبل نسميهن يتطابقن. قد يسأل سائل يقول اوكي بس الاري اندر ذا كيرف تكفي، لان هي تنطيني انطباع عن البايو افيلابيلتي، يعني اكو علاجات ممكن الجينيريك هذا البراند ممكن الجينيريك يطلع لي هيك بروفايل هيك، يعني ما راسمه، بس تخيل انه هيك يطلع لي هيك بروفايل، وهذا البروفايل تقيسه الاري اندر ذا كيرف ماله طلعت مساوي للبراند، فاذا يعني نفس الكميه امتصها الجسم من البراند والجينيريك. فهل هذا يعتبر اوكي ماشي الحال؟ لا مو ماشي الحال. ليش؟ لان هذا البروفايل، هذا البروفايل اللي قلنا هو هيجي، شوف ما درهم تو ما ادري شرهم اللي هيجي، نفس صح نفس الاري اندر ذا كير، بس السي ماكس ماله مختلفه، وحتى اذا كانت نفسها اذا طلعت وصل للسي ماكس نفسها شنو التي ماكس مختلف، التايم اللي يحتاجه حتى يوصل للسي ماكس كان اطول، يعني الاونست مال العلاج راح تكون شنو ابطا. فاذا ما يرهم الا نفس البروفايل من حيث السي ماكس والتي ماكس والاري اندر ذا كير. قلنا نفس البروفايل. When it meet this requirement، إذا حقق هذا الشيء، the generic drug product is said to be bioequivalent to the brand name، إذن يكون مكافئ نفسي. In theory it should be possible to substitute bioequivalent generic drug dose from the brand name product without change، إذن ممكن مريض يأخذ براند تجي تحوله على جينريك تكون يأخذ جينريك، ماكو أي مشكلة. قلنا substitute by equivalent generic drug dosage for the brand name وبدون ما يتغير the steady state drug concentration وبدون ما يتغير therapeutic efficacy. زين bioequivalence is achieved
when the serum concentration time curve اللي شفناه قبل شوية for the generic and brand name drug name drug does form are deemed indistinguishable from each other using statistical test. إذا هاي statistical test يعني إحصاء قياسات إحصائية أنه يكون المطابقات مثل ما حكينا قبل شوية. Concentration time curve are مثل ما قلنا superimposable ينطبقن على بعض من خلي الناس فوق ناس when the area under the curve and where the area under نفس الشيء the total serum concentration time curve اللي هي AUC maximum concentration مثل ما قلنا Cmax and time that maximum concentration occur are identical with the statistical limit. إذا يكون المطابقات نفس الشيء هم أيضا بالفحوصات الإحصائية. The ratio طبعا شوف قبل ما نشرح الموضوع احنا قلنا البايوفاليبلتي عرفناها عندنا شيء يسمونه relative بايوفاليبلتي. شنو relative بايوفاليبلتي؟ البايوفاليبلتي قلنا هي الاري اندر ذا كيرف مال الاذر روت اورال او اي ام او سبكوتينيوس تقسيم الاري اندر ذا كيرف مال الاي في روت. هذه البايوفاليبلتي الريليتيف بايوفاليبلتي يستخدمونها يقارنون بين الجينريك والبراند انه تساوي للاري اندر ذا كيرف مال الجينيريك تقسيم الاري اندر ذا كيرف مال البراند واللي المفروض تكون اقرب ما يمكن للواحد. يعني قلنا الاري اندر ذا كيرف مال الجينيريك لازم تكون شنو قريبه للبراند مش قد ما تكون قريبه للواحد يعني متساويات تكون هذا اوكي. واكيد عندي ليميت مسموحه انه مو مستحيل الجينيريك يحقق انه نفس البراند انه يطلع واحد نفس القيم فأكو أكيد فد ليميت. فهي نسميها relative bioavailability. ليش relative bioavailability؟ لأن الريفرنس مالي هنا ما كان IV الريفرنس مالي البراند. إذا the ratio of the area under the serum concentration time curve for the generic and the brand drug does form is now as the relative bioavailability. إذا مثل ما قلنا ليش since the reference area under the curve reference مالي هنا كان يقول is derived from the brand name drug dosage form.